السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا المهندس هاني حسونة، مدير أعمال كهروميكانيكال في مكتب خطيب وعلمي، ومدير قسم الميكانيكا بوزارة العدل بالسعودية سابقا، ومهندس مستشار معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين، ومدرب معتمد لعقود الفيدك من الهيئة السعودية للمهندسين، ومحكم هندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس التعاون الخليجي، ومحكم هندسي معتمد من مركز جامعة عين شمس والمركز العربي الدولي للتحكيم، وحصل على دبلوم التحكيم الهندسي من الأكاديمية البحرية بمصر، ودبلوم الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بمصر، ودبلوم إدارة المشاريع من المعهد الدولي لإدارة المشاريع بألمانيا، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية ل 2002 من جامعة الزقازيق، وحصل عدد من الشهادات الدولية زي الـ EAC والـ IBMI والـ OSHA والـ BIM والـ FIDIC والـ BMB، وخبرات عملية 21 عام في إدارة المشاريع والعقود والتحكيم الهندسي من عديد الجهات الدولية والمحلية، واشتغل بالتدريب في مجال إدارة العقود الفيدك والاستشارات الهندسية. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن العوامل الأساسية في التعاقد للسفر. اتفضل يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفت بك يا مهندس عمر وبالإخوة الزملاء، وسعيد إن أنا في وسطيكم دلوقتي، وأتمنى أن أكون أضيف لكم أي إضافة تفيد الإخوة والمسافرين واللي بيتطلعوا للسفر إن شاء الله. فأستسمحكم، في حد موجود مش مهندس ولا كلنا مهندسين؟ ويا ريت كل واحد لو عنده سؤال يدور في ذهنه سؤال أو اتنين عشان نسيب مجال للزملاء قبل ما نبدأ. ممكن افتح لهم المايك لو سمحت يا مهندس عمر. مفتوح، اتفضل. لا، للزملاء يقدروا يتكلموا. مفتوح مفتوح. حد يروي يشارك يا جماعة؟ السلام عليكم. حد من الأخوة الزملاء حابب يقول يطرح سؤال؟ طيب، في حد كان بيسأل لما يجي له اوفر ازاي يعرف ان الاوفر ده بادجت ولا ده الاساسي، ولا يعني يتفق ازاي على العقد؟ خلينا ابتدي الرحله من البدايه خالص، تمام؟ وخلينا ادي فكره كده عامه كده. انا الشاشه شيرنج دلوقتي يا مهندس عمر، كلنا مظبوط. شايفها. خلينا شكرا. ابتدي انا ادي فكره عامه عن الموضوع، وبعد كده هذكر مجموعه حالات وفي مجموعه نماذج للعقود الموحده والغير موحده، ونحكي السيناريو بيحصل ازاي. دلوقتي اي عقد بين اتنين، بين صاحب العمل وبين العامل، والعامل هنا مقصود بكل المهن، دكتور، مهندس، فني، أي كان، ليها مجموعة عقود ولها ركائز أساسية طبقا لقانون العمل. وأنا لما بتكلم عن قانون العمل بتكلم بالأخص على قانون العمل السعودي بحكم إن أنا موجود في السعودية وأوير بقوانين العمل السعودية. ففي بعض الأحيان بيبقى العقد فيه شروط ومتطلبات مخالفة لقانون العمل، وده يبطل العقد، وده يبطل العقد. ولكن في شروط بتبقى مقحفه وبتطلب من العامل يوافق عليها، وللاسف بيوافق عليها. في الحاله دي المسلمين على ايه؟ على شروطهم. طيب، هو العقد عباره عن ايه؟ وايه الماده اللي بتظل العقد او اللي بيخضع عليها العقد؟ الماده رقم 50 من نظام العمل بالمملكه العربيه السعوديه، وهي بيبقى بين شخصين عندهم الاهليه وعندهم القدره وحسن التصرف، وطبعا بيبقى مقابل مادي. وفي نقطة مهمة جدا في المقابل المادي، في بعض الأحيان بيتفق صاحب العمل ويقول أنا هدي لك وليكن 1000 ريال في البداية، وبعد كده هبقى أدي لك 2000، بس إحنا هنكتب في العقد دلوقتي 1000 ريال. وللأسف الشديد مجرد إنك كتبت ال1000 ريال وجيت انضميت لمنظومة العمل، مش هيقدر يدي لك اي حاجه غير ال1000 ريال، ولو اداك هيديك 100 ريال زياده، 200 ريال، ولكن للاسف انت ملتزم بالعقد ومدته طبقا للايه؟ للمبلغ. فبالتالي نقطه مهمه جدا جدا من العوامل الاساسيه في التعاقد انك تعرف قانون العمل اللي انت رايح للبلد، يعني انت رايح السعوديه، رايح الامارات، رايح سلطنه عمان، رايح فرنسا، رايح امريكا، ايا كان البلد اللي انت رايحها، لازم تعرف قانون العمل، وده متاح تعمل له داونلود وتقراه وتعرف حقوقك ايه. فدي نقطة وركيزة من العوامل الأساسية في أي تعاقد.
طيب ازاي اثبت حقي انا تعاقدت وجيت البلد، ازاي اثبت حقي مع الشخص دوت؟ في عده طرق، واهمها واللي هي مصداقيه حاليا ومنتشره بشكل كبير على مستوى العالم، وهو الحساب البنكي والتحويلات البنكيه اللي بتنزل لك كل شهر، بتثبت حقك في الراتب او سندات استلام رواتب او البي سليب. ولو حبينا نحكي قصه من البدايه، ودي مهم جدا جدا، قبل العقد لازم يبقى في عرض وظيفي. قبل العقد لازم يبقى في عرض وظيفي. طب هو العرض الوظيفي ده ليه اهميه؟ اه طبعا، ده هو اثبات من ثبوت العقد، اثبات من ثبوتيات الايه، العقد، العرض الوظيفي. فعشان كده العرض الوظيفي في مرحله النيجوشيشن بينك وبين صاحب العمل، وليكن عرض عليك ماشي 5 وانت بتقول له لا انا عايز 10، طب امضي على العرض الوظيفي اللي معاك دلوقتي وبعد كده نبقى نعدله. ما ينفعش تخطو الخطوه ديت قبل ما تتاكد ان العرض بتاعك انت وقعت عليه وهو كمان وقع عليه. لان انت لو وقعت انت وافقت، بس هل هو وافق؟ لا. طب هل موجود فتره صلاحيه للعرض الوظيفي ده؟ اه، ممكن تبقى اسبوع، ممكن تبقى شهر، ممكن تبقى شهرين، بيكتبها بخط رفيع في اسفل الايه، عرض العرض الوظيفي. فالعرض الوظيفي مش يعتبر عقد، العرض الوظيفي يعتبر جزء لا يتجزأ من العقد، وده تقدر تثبت بيه حقوقك لما يحصل خلاف. ولو احنا استشهدنا بعقود الفيدك، من ضمن مميزاتها واللي تقدر تستخدمها في العقد اثناء قبل السفر، انك بتفترض الورست كيس قبل ما تسافر، وتبقى ذاكر الحلول بتاعتها عشان تقدر تثبت حقك قبل ما المشكله تحصل، يبقى عندك رؤيه. لو طبعا في شهود او مراسلات، فبالتالي الايميلات اللي بينك وبينهم لازم لما صاحب العمل يتواصل معاك، يتواصل معاك من ايميل رسمي. انت ايميلك هيبقى ايميل شخصي، اما هو لازم يكون ايميل شركه. ولو اتعامل معاك من ايميل شخصي، قول له لو سمحت راسلني من ايميل الشركه، ما ترسلنيش من ايميل ايه، شخصي. يبقى تاني ركيزه يا جماعه، العرض الوظيفي والمراسلات تكون عن طريق ايميلات رسميه طابعه للايه، للمنظمه او المؤسسه او الشركه. طيب ايه طرق اثبات العقد واثبات عدم كتابه العقد؟ وهل من مصلحه المؤسسه ما يبقاش لها عقد؟ اللي ما بيبقاش عندهم ضمير وعندهم نيه لتغيير الاتفاقيات، يبقى من مصلحتهم يكتبوا عقد مع العامل. ولكن لو سبت ذلك هيخسر كام؟ 5000 ريال فقط. يعني هو ممكن ينصب عليك في 100000 خلال السنه كلها لو انت اشتغلت بدون عقد، تمام، او خالفت العقد، ولكن هو كل اللي هيخسره 5000 طبقا للايه، لقانون العمل. طيب اي عقد في الدنيا لازم يبقى فيه فتره تجربه، وهي المذكوره في نظام العمل اللي هي 90 يوم. ولكن للاسف في بعض الاحيان صحاب العمل بيستغلوا جهل المسافر او استغلال ان هو مضطر انه يسافر، فيقولوا له معلش هنخلي فتره التجربه كام؟ 6 شهور. 6 شهور. طيب الست شهور دول هيخش فيهم لعيد الاعياد؟ هيخش فيهم الاجازات المرضيه؟ لا. ولازم يكونوا الاثنين متفقين، ولكل الحق لكل واحد منهم انه ينهي العقد خلال فتره التجربه اللي هي 3 شهور او 6 شهور. يعني ممكن حد يجيبني ويسفرني ويشغلني 6 شهور وبعد كده يرجعني مصر ويقول لي انت مالكش حقوق عندي؟ اه. وبالقانون؟ اه. لان انت جهلت بالنقطه دي في القانون، ووافقت ان يبقى هم 6 شهور مش 3 شهور. وافقت ان يكونوا 90 يوم مش 180 يوم. ليه؟ ايه اللي يجبرك ان توافق على 180 يوم؟ فبالتالي دي النقطه الثالثه اللي لازم ننتبه ليها، لان في ناس بتجبر ان تبقى فتره التجربه 60 يوم، عفوا 180 يوم، ونتيجه ان هو مضطر انه يسافر بيقبل، ويجي بعد كده يستغله صاحب العمل ويرجعه مصر، وخلال الفتره دي كلها ولا ليه اقامه ولا ليه ثبوتيات ولا ليه اي اوراق، ويكون استغله واستفاد بيه فتره العمل دي بدون اي عائد مادي. طيب في عقود ليها انواع؟ اه عندنا طبعا انواع كتير. نعم، عقد العمل في منه انواع؟ اه، في لا يقل عن 8 أو 9 انواع هنعرفهم دلوقتي. فمن مصلحه المؤسسه ومن مصلحه العامل يتحدد نوع العقد،
هل هو عقد ماشي محدد المدة، هل هو عقد غير محدد المدة، هل هو عقد مؤقت، هل هو عقد عارضي، تمام؟ لأن بناء على العقد حقوقك بتتحدد، بناء على العقد حقوقك بتتحدد، فبالتالي لازم نعرف نوع العقد اللي هتمضي عليه قبل ما تطلع من مصر. فبالتالي رقم واحد العرض الوظيفي لازم يبقى فيه مذكور مجموعة نقاط، هل الراتب بتاعك يتضمن نهاية الخدمة؟ هل الراتب بتاعك يتضمن تذاكر السفر؟ هل نهاية الراتب بتاعك يتضمن نهاية الأجازات السنوية؟ هل نوع العقد مذكور؟ هل العقد عائلي ولا عزابي؟ هل السكن مضاف للراتب ولا الشركة هتوفره؟ لازم كل التفاصيل دي تبقى موجودة. فبالتالي لازم نستخدم قول الله عز وجل: وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء أحصيناه عددا. لازم يبقى كل حاجة موجودة في العقد وفي العرض الوظيفي واضحة تماما، لا تقبل الفهم على معنيين. طيب عندنا عقد عمل مؤقت، وعندنا عقد عمل موسمي، وعقد عمل عرضي. ايه دول؟ مالهمش وكل دول بيستخدموا؟ اه بيستخدموا. وقانونيين؟ قانونيين. طيب وعندنا عقد عمل جزئي؟ اه يعني يجي يجيبك من مصر ويشغلك هنا بدل الثمان ساعات اللي هم النظامي، لا هشغلك ثلاث ساعات بس وهدي لك راتب على قد الثلاث ساعات دول، لان هو مستاجرك وبيشغلك مع شركه ثانيه وبقيه الوقت انت قاعد على حسابك. طيب في عقد تاهيل وتدريب؟ اه. طيب في عقد محدد المده وغير محدد المده؟ طبعا. فننتبه للنقط دي جدا يا جماعه، ونعرف نوع العقد اللي احنا هنستخدمه قبل ما نسافر وقبل ما نوقع على حاجه، لان انت مجرد انك توقع انت اثبتت موافقتك واهليتك لكل الشروط اللي صاحب العمل حاططها. وصل لك الفكره؟ طيب لما نيجي نتكلم على العقد نحرص على ايه؟ على معرفه نوعه عند توقيعه، على مميزاته واحكامه، على نظام قانون العمل، وهل هيبقى باللغه العربيه ولا اللغه الانجليزيه ولا هيبقى باللغتين، ويفضل بيكون باللغتين سواء انت رايح بلد عربيه او بلد اجنبيه، لان اللي هيحكم فيها قانون البلد اللي انت رايحها. يعني انت لو رايح دوله عربيه فالقانون العمل هينطبق على اللغه العربيه، بمعنى لو عندي جملتين باللغه العربيه واللغه الانجليزيه وفيها لبس، اللي هيتفق عليه واللي هيتحكم عليه هو اللغه العربيه، لغه البلد الام. طب ما هو طب ليه هنكتب بالانجليزي؟ لان انت رايح شركات ماشي اجنبيه، في شركات تركيه، في شركات فرنسيه بتيجي جوه المملكه بتستقطب ماشي عناصر من جميع الدول العربيه، فبتحط اللغه العربيه واللغه الانجليزيه عشان اللي ما بيعرفش عربي يعرف انجليزي، واللي ما يعرفش انجليزي يعرف عربي. فبالتالي القانون يتحكم للغه الايه؟ العربيه. طب المنشاه تحرص على حصوله على العنوان الوطني. ايه العنوان الوطني ده؟ حضرتك لما بتيجي لازم يكون ليك مكان ثابت والبريد السعودي بتتواصل معاه عن طريق الموقع الرسمي، وبتحدد مكانك عشان لو في اي مراسلات بينك وبين الشركه، تمام، انت كموظف لازم تراسلك على مكان ثابت ليك. فبالتالي ليك عنوان وطني، والعنوان ده بيذكر في العقد. لا يا باشمهندس ده انا لسه موجود في مصر ومضيت على عقد وجيت هنا. انا هقول لحضرتك احنا ما كملناش بقيه السيناريو. في حاجه اسمها منصه قوه هنجي لها دلوقتي. العقد اللي بتعمله في مصر او العرض الوظيفي اللي انت بتسافر عليه، تمام، واللي بتوثق فيه للسفاره، ده مجرد في الاول وفي الاخر درافت مسوده، لان العقد الاساسي لازم يترفع على منصه قوه اللي هي تابعه للحكومه، اللي هي اللي هتفصل وتجيب لك حقوقك وتحاسب مين؟ صاحب العمل لو ظلمك او تاخر في سداد راتبك. وفي منصه التامينات، يعني انت مثلا انا لو دلوقتي اشتغلت وجيت راتبي 1000 ريال ولقيت الراتب نازل، لا ده 100 ريال 200 ريال. مؤسسة التأمينات ومؤسسة القوة بترسلك وتبعت لك رسالة تقول لك انت نزل لك أقل من الراتب الأساسي كل إيه؟ كل شهر. هل أنت موافق؟ نتيجة تغيبك، نتيجة أجازة مرضية، نتيجة خلافات، ولا صاحب العمل ظلمك؟
خلال 7 ايام لو انت ما وافقتش او ما ردتش خلاص ما بيهتموش، خلاص انت موافق. زي عندنا في مصر كده السكوت علامة الرضا. اما لو اعترضت لا، بتبتدي هي المنظمة تتراسل صاحب العمل وتشوف ايه المشكلة. فبالتالي العنوان الوطني من ضمن الركائز المهمة اللي هتتعكس على العقد الموحد في منظمة قوة. لأن وارد يحصل خلافات بينك وبين صاحب العمل، طب هيراسلك ازاي؟ يبقى لازم ليك مكان ايه؟ ثابت. اتكلمنا على الفترة بتاعت التجربة اللي هي المفروض 90 يوم، ولو وصلت لست شهور والمفروض ما تزيدش عنها، كذلك يمكن أن تكون فترة التجربة 180 يوم منذ البداية، بل يجب أن تكون 90 يوم ويتم تمديدها إلى 90 يوم أخرى كحد أقصى. طيب العقد المحدد المدة ملزم للطرفين طبعا لإتمام الوفاء بمدته. طيب لو أنا عايز أمشي حتى لو هو محدد المدة، لازم أبلغه قبلها بشهر طبعا، وهو لو عايز يمشيك لازم يبلغك قبلها بشهر أكيد. طب لو ما بلغتكش وأنت ما بلغتوش، انت بيبقى عليك غرامه وهو بيبقى عليه غرامه، تمام، لان هيضطر يدي لك بقيه العقد قبل ما تمشي. اما لو بلغك قبل نهايه العقد وحب يمشيك هيمشي. فلازم تبقى عندك درايه بقانون العمل وحقوقك وطريقه التواصل واثبات الحق. العقد العمل الغير السعودي وهو عقد محدد المده ماشي، أو وجود العقد عدم تحديد المدة، صراحة يجعل رخصة العمل هي مدة العقد العمل للموظف. مش فاهمينها يعني إيه يا باشمهندس الموضوع ده. حضرتك بيبقى ليك رخصة عمل، ليك رخصة عمل أي بلد بالأخص السعودية، غير إنك ليك عقد وليك تصريح ماشي عمل. مش أنت بتعمل تصريح عمل في مصر؟ لما بتيجي هنا بيبقى ليك رخصة عمل، صاحب العمل هو اللي بيخرجها لك من الدولة عشان يصرح لك بالعمل. طب تحصل ازاي ديت؟ ما انت اول حاجه بتسجل فين؟ في هيئه المهندسين السعوديين. وعشان اسجل في هيئه المهندسين السعوديين لازم يكون عدى عليا 5 سنين كمهندس من التخرج. يعني انت لو مهندس وجيت السعوديه وقالوا لك هتيجي وهنطلع لك اقامه مهندس وهتجيب اسرتك وكذا كذا كذا، كل الكلام دوت غير حقيقي. لسبب، لان هيئه المهندسين السعوديين اللي مرتبطه بوزاره الداخليه اللي بتخرج لك الاقامه لن تسمح ليك باستخراج إقامة كمهندس إلا إذا كان مر عليك أكثر من 5 سنوات وبتسجل الشهادات عنده. معنى كده إن أنا لازم لما أجيب وأنا جاي من مصر أجيب شهادات خبرة موثقة طبعًا عشان يعترف بيها. وأثناء عملك في السعودية أو في أي دولة خليجية لازم توثق فترات الخبرة من الخارجية والغرفة التجارية عشان يعترف بيها لما تيجي تسجلها في هيئة المهندسين السعوديين أو في أي بلد تاني. فبالتالي رخصة العمل من ضمن الركائز للعمل وللعقد. ما ينفعش تشتغل بدون رخصة ايه؟ عمل. طب ايه الأخطاء اللي بتبقى موجودة؟ وننتبه لها ازاي؟ من المهم الانتباه إليها في كتابة العقود وهو محاولة تقليل الأخطاء. بل بالعكس احنا عايزين تبقى معدومة الأخطاء. لأن في أخطاء جسيمة وبالأخص للرواتب. يعني الراتب بيتكتب بالرقم او يتكتب بالحروف؟ لا، يتكتب بالاثنين. وما ينفعش يتفق معاك على راتب ويرجع بعد كده يقول لك انا هزودك لما تيجي. لا، الراتب اللي هتتكتب هو ده اللي هتاخده، مش هيزودك هلا لما تيجي ولا بعد شهر ولا بعد شهر ولا بعد 3، حتى لو قال لك بعد فتره التجربه. لا، عقدك بيبتدي من اول يوم لاخر يوم 12 شهر. اثناء فترة التجربة ديت لا يقبلك لا يرجعك على العقد اللي انت على قيمة الأجر اللي انتم متفقين انتوا الاثنين عليها. طيب يفضل ايه؟ استخدام الأنظمة الإلكترونية للموارد البشرية. في حاجة اسمها جسر. ديت منظمة، ديت منصة إلكترونية بيتوثق عليها برضو الايه؟ العقود. عشان يتفادى أخطاء البشرية والأخطاء الكتابية في الايه؟ في أي عقد. وبتعطي فرصة للعامل ان يبقى عنده علاقه تعاقديه واضحه ما فيهاش اي سوء فهم ولا فيها اي مخاطر، وبتحمي نفسك من اي عقود وهميه بالخارج. طيب اسجل ازاي وايه منصه قوه؟ منصه قوه دي هي اول طريق الامان ليك.
منصة قوة هي أول طريق الأمان ليك. لأن أنت أول حاجة بيحصل إيه؟ بيجي لك الباسبور بتاع حضرتك مكتوب في المهنة اللي هيبعت لك فيها التأشيرة، وهنشوف شكل التأشيرة دلوقتي، وهنشوف شكل العرض الوظيفي، وهنشوف نموذج من نماذج العقد المظبوط والغير مظبوط، والاثنين متوثقين غرفة تجارية. فبالتالي منصة قوة مهمة جدا. طيب لو احنا شايفين دلوقتي هنلاقي ايه؟ الحكومة منزلة اعلان ومنزلة تنويه ان اجراءات حكومية مجانية لمواجهة عقود العمل الوهمية في الخارج تتطلب تسجيل في منصة ايه؟ قوة. يبقى منصة قوة من ضمن الركائز الأساسية في التعاقد للإيه؟ للسفر. طيب معايا يا جماعة ولا؟ مع حضرتك، مع حضرتك شوت. تمام. هنستعرض مع بعض عرض وظيفي لأحد الزملاء، تمام، بيكتب فيه بيانات زي دي. طبعا دي عرض وظيفي فيه خلل لأكتر من نقطة. باشمهندس بعد إذنك، أنت حضرتك مشغل الباوربوينت فمش باين ال عفوا. تمام. ممكن حضرتك تعمل شير تاني؟ هعمل شير سكرين. ظهر دلوقتي، ظهر. تمام. طيب ده عرض وظيفي لأحد الزملاء، ماشي، مع شركة الاسم جميل وقوي، شركة حمود بن عوض السلمي للاستشارات المهنية. ممتاز جدا. تمام. لما تيجي تبص على الاسم والعنوان والكيان موجود، ممتاز، والسجل التجاري موجود والرقم ممتاز. تيجي تبص على الشركة بعد ما الموظف جالها تلاقي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مكتب فاضي ما فيهوش الا عامل فقط وصاحب الايه؟ المؤسسة او صاحب الشركة، واسمها الشركة والاستشارات الهندسية. طيب انا جاي وجالي عرض وظيفي زي دوت ومكتوب فيه التفاصيل ديت والاسم قوي، فاول خطوه اعملها ايه لما يجي لي عرض وظيفي؟ هتوثق الاول من الشركه، اخش على المواقع الرسميه لوزاره العمل بالمملكه العربيه السعوديه واشوف هل الشركه ديت لها كيان وتصنيفها ايه، اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، وعدد الموظفين فيها قد ايه، وعمرها ونشاتها قد ايه. يعني اطلب منه صوره من السجل التجاري، الشركه دي بقى لها سنه، سنتين، يوم، يومين، شهر، 20 سنه. من حقك انك تتوثق، لان انا اجي على شركه وفي الاخر الاقي فيها موظف واحد وصاحب الشركه وانا من ضمنهم وما عنديش اي خبره وما عنديش اي حاجه، هيشغلني كل حاجه، هيشغلني كل حاجه. لو بصينا هنا هتلاقي المسمى الوظيفي غير المهنه الفعليه. ليه؟ لانه ما عندوش تاشيرات، لان هو اساسا مش مصنف. فبالتالي ابتدى يعمل عرض وظيفي بمهنه حسب التاشيره اللي قدر يحصل عليها او يشتريها ويجيب بيها الايه؟ المهندس. طبعا بيتذكر فيها فتره التجربه، المكان، ونقطه مهمه قوي في موضوع المكان. يعني ايه؟ بيتكتب في بعض العقود يقول لك العمل في اي مكان داخل المملكه. دي نقطة خطيرة جدا 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 جدا. ليه؟ المملكة عبارة عن إيه؟ المملكة عبارة عن جدة والرياض ومكة والمدينة، الله، مدن جميلة أوي نقدر كلنا عايزين نروح نقعد فيها. بس في مدن تانية زي الربع الخالي فيها صحراء وفيها شغل، فيها شغل. تمام؟ وأنت جايبك على راتب قليل جدا وهيقعدك هناك في الصحراء، مفيش أي خدمات. لو عيطت مش هتلاقي حد يعالجك، ومع ذلك انت هتروح. معايا؟ طيب نقطة تانية، لا اداك على نيوم، ايه ده؟ ده ريموت اريا، منطقة نائية بين الجبال، وهشتغل فوق العشر ساعات. ما انت وافقت ازاي؟ ما هو كتب في العقد في اي مكان في المملكة.
طيب نوضحها. وضحها، هشتغل في المدن الرئاسيه واذكر اسامي المدن في العقد، ولو هشتغل خارج المدن الرئيسيه هيبقى في بدل للانتقال وبدل للاماكن الايه النائيه. لازم تذكر الكلام ده في العقد. لازم تذكر الكلام ده في العقد. بس هي الاشكاليه انك انت كموظف او كعامل وانت بتقبل على تعاقد مع حد وتبقى متخوف تخسر الايه الفرصه دي، مضطر انك تسافر من مصر، مضطر، عندك ظروف ماليه، عندك ظروف كذا 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 كذا، فبالتالي بتبقى مجبر، فما بتضطر تتغمض عينيك عن بعض النقاط دي، وده مش صح. الصح انك انت تطلب حقوقك، لان انت رايح هتقعد لك سنه سنتين 10، هتستمر مع الشركه دي، هتستمر مع شركه تانية، ما تروحش تخسر، ما تروحش تخسر وقتك ومجهودك. لازم تبقى الامور واضحه، لان الحياه مخيفه جدا جدا في الاماكن النائيه. فلما بتذكر كلمه العمل داخل المملكه العربيه السعوديه في اي مكان، في الحاله ديت انت لما تيجي مش عندك حق الاعتراض، ولو اعترضت هتخسر حقوقك كلها. معايا؟ طيب في حاجه اسمها الراتب الاساسي والراتب ماشي. هم هنا عمل ايه؟ قال لك الراتب الشامل وسابها. لا، ده هو الباكج. لا، في حاجه اسمها بدل انتقال، في حاجه اسمها بدل سكن، ولو سكن ده عائلي ولا سكن عزابي، تمام، تفرق. في حاجه اسمها تامين صحي، في اسمها في تذاكر سفر بعد 12 شهر او 11 شهر حسب الاتفاق، لاجازه العمل 21 يوم او 30 يوم طبقا لقانون العمل، اقل حاجه 21. طيب التامين الصحي هل هو A ولا B ولا C؟ طب هيفرق يا مهندس هاني؟ لا، اقول لحضرتك يفرق في كتير. هتلاقي في مستوصفات متورعه جدا 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 زي مستوصفات الحيه عندنا، او ان هتلاقي مستشفيات محترمه تقدر تتعالج فيها، لان طبعا تكاليف العلاج في الدول العربيه غاليه جدا، الادوات الدراسيه غاليه جدا، فده اللي الناس مش فاهماه. بيرضى براتب قليل ويحسبها، يقول لك لما احول من مصر هيبقى معايا مبلغ كبير، فبالتالي ايه، لا انا هقبل. لا، لازم تفهمها صح. انت السكن في الرياض بيوصل 30,000 في السنه، ده اقل حاجه عشان تقعد في حاجه محترمه، تمام، الا اذا بقى انت هتقعد في غرفه مع اتنين تلاته عشان تقلل التكلفه. ال 30,000 دوت انا بتكلم في السنه مش في الشهر طبعا، ماشي. لجور السكن في الاماكن النائيه اغلى من المدن. نعم، اغلى من المدن. انا موجود في منطقه نائيه بالفعل دلوقتي، وهوضح لكم الامور دي دلوقتي. فبالتالي لازم تبقى انت عارف المشروع حكومي ولا خاص، المكان فين، بعد المشروع ما يخلص هرجع المدينه ولا مش هرجع، طب فيها هيوفر لي سكن ومش هيوفر لي سكن. طب كلمه كمان توفير سكن دي لازم يتحط تحتها مليون خط. هل السكن اللي هتوفر دوت انا هقعد فيه مع زميل في نفس الغرفه ولا في نفس الشقه؟ هل الشقه هيبقى فيها شخصين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ هل الانتقال من السكن للمكان العمل مدته ساعه ولا نص ساعه ولا ربع ساعه؟ وهل هيبقى في عربيه لكل واحد ولا عربيه هتلمنا كلنا؟ وهل العربيه دي تبقى باص ولا عربيه لمهندس؟ كل الحاجات دي لازم مهمه جدا تبقى انت عارفها، لان انت لما هتيجي هتتصدم بالحقائق. هتلاقي نفسك قاعد مع واحد ماشي هندوسي، واحد هندي، واحد باكستاني، واحد بياكل اكل فلبيني، ثقافات مختلفه، وهتبقى مجبر انت موافق على العقد، او انك تخسر كل حاجه وترجع مصر. فلازم تبقى الامور واضحه، سواء كان في سكن على حسابك او على حساب الشركه، سواء كان في تامين صحي ماشي، سواء كان في راتب اساسي او شامل. مفيش حاجه هيقول لك هبقى اديك بونص في اخر السنه، كله كلام بدل، مفيش حاجه مكتوبه، مفيش حاجه هتحصل. فالعرض الوظيفي دوت عرض ضعيف جدا، مش من الناحيه الماديه فقط، لا، من المحتوى، في امور كتير جدا جدا غير واضحه. معانا يا جماعه؟ وهتلاقي في سطر اخير كده، بصوا كده، في حال عدم توقيع عقد عمل او نقل كفاله بعد انتهاء فتره التجربه لاي سبب، فلا يحل لهذا ماشي الموظف، عفوا، لاي سبب يحل لهذا العقد لهذا الغرض محل العقد، وتعتبر الفتره الزائده عن هذا العرض امتدادا لفترة التجربة، ولا يحق للموظف مطالبة بأي مستحقات نهائية الخدمة أو تعويض في حال نهاية هذه الفترة. انتبهوا لنقطة، كلمة نهاية الخدمة دي، في شركات بتكتب كده، تكتب الراتب وليكن 10,000 ريال، ويروح كاتب قوس كده، يفتح قوس وكاتب جنبها كده يشمل السكن
وتذاكر السفر والاجازه ونهايه الخدمه والتامين واللي واللي والاخر اخر اخر اخر، وراح قافل القوس. تيجي انت بعد نهايه السنه خلاص بقى تاخد نهايه خدمه نص شهر على السنه، لا اسفين ما انت خدتها، ازاي انت من ضمن الراتب بتاعك؟ يا جماعه فين دوت؟ اقرا العقد بتاعك، شفت السطر الصغنون اللي تحت ده اللي انت ما خدتش بالك منه؟ اه. اللي فوق التوقيع بتاعك اه اقراه. شفت احنا كبرنا عشان نقراه ازاي؟ ليه؟ هم بيبقوا متعمدين عشان يبقى فيه خداع. اما هو لو هو عنده نيه صادقه هيبقى الكلام ده واضح وبخط ايه؟ يعني. طيب ده عرض وظيفي من اول واهم المستندات اللي بينك وبين مين؟ صاحب العمل. طيب تاني نقطه، المراسله عن طريق الايميل ولا الواتساب؟ الواتساب بقى موثق قانونا دلوقتي، ولكن يفضل المراسله عن طريق ايميل رسمي من ايميلات الشركه. ايميل رسمي من ايميلات الشركه، لان انا من الايميل دوت هعرف موقع الشركه وهبتدي اعرف ماشي عدد موظفيها وهبتدي اعرف نشاطها وتاريخها عن طريق السجل التجاري اللي هطلب منهم صوره عشان اقدر اكد هل هي فعلا الشركه دي لها كيان وليها سمعه طيبه وليها باع في السوق، ولا شركه لسه ناشئه وهتخدع ويبقى في الموضوع في الاخر تمام هروح ابذل مجهود وطاقه وبراتب قليل والراتب يتاخر شهر وشهرين وثلاثه وممكن يبقى سته كمان ومش هتقدر تعمل حاجه الا حاجه واحده، انك تنقل الكفاله على حد تاني غصب عنه. بس انت خسرت ثلاث شهور من وقتك ومجهودك وفلوسك، وهتاكل منين وتشرب منين؟ فنتفادى المشاكل ديت بالتحقق من مكان الشركه، قوه الشركه، تاريخ الشركه، والعرض الوظيفي يجي لك يكون مليان محتوى كامل وواضح بكل تفاصيله. طب لو رحنا بعد كده على التأشيرة، لو رحنا بعد كده على التأشيرة، هشيرها معاكم لو مش واضحة. التأشيرة واضحة يا شباب؟ اه واضحة. تمام. دي نموذج من نماذج التأشيرات بيكتب فيها اسم المنشأة، شركة الموارد المميزة المحدودة، شركة شخص واحد، وخلينا بعد كده ننتبه لكلمة شخص واحد ومتعددين وشركاء، الرقم الموحد، رقم السجل التجاري، رقم التأشيرة الصادرة، رقم المنشأة، رقم الطلب، رقم الحدود، الجنسية، المهنة، تمام، العامل، الجنس، الديانة، الحالة. طيب دوت جاي منين؟ من الموارد البشرية ومن الحكومة. ممتاز جدا. طيب التأشيرة ديت أنا لما أخدها أخدها أعمل بيها إيه؟ بديها للمكتب في مصر، بياخد المكتب دوت رسوم مني ويبتدي يجيب لي يفعل التأشيرة دي عشان أجيبها على الإيه؟ على الجواز. طيب التأشيرة دي جت منين؟ جت من الحكومة. مين اللي خدها من الحكومة؟ المؤسسة أو الشركة. طيب هل التأشيرة ديت مؤقتة ولا تأشيرة عمل ولا تأشيرة إقامة ولا إيه نوع التأشيرة دي؟ ولا تأشيرة سياحة؟ إيه ده يا مهندس هنا؟ وفي مجموعة تأشيرات بأنواع؟ طبعًا في أنواع كتير للتأشيرات. أنا عايز أخش البلد سياحة، هاخد تأشيرة. عايز أخش البلد أعمل مناسك الحج والعمرة، هاخد تأشيرة. عايز أزور المهندس عمر، هاخد تأشيرة اسمها تأشيرة تجارية. ماشي؟ عايز أخد آجي عمل، هاخد تأشيرة عمل لمدة 3 شهور فقط وهرجع تاني. تمام؟ وهرجع تاني؟ اه. معانا مهندس كندي الجنسية أصله باكستاني، معاه تأشيرة عمل بيزنس، بيجي يشتغل 3 شهور وبعد كده يرجع تاني دبي أو يرجع الإمارات قطر ويجدد التأشيرة ويرجع تاني يخش البلد. يبقى 3 شهور في 3 شهور في 3 شهور. تمام؟ ده بيحصل؟ اه ده بيحصل، وممكن يحصل معايا؟ اه ممكن يحصل معايا. فعشان كده لازم تعرف نوع التاشيره، هل التاشيره بتاعتك اقامه ولا تاشيره سياحيه ولا تاشيره عمل؟ في فتره من الفترات احد الاقارب لقيته بيسالني انا جاي لي تاشيره سياحه وبعد كده بيقولوا لي هروح بعد كده ايه اطلع اقامه وبتاع. قلت لهم لحظه بس كده، منين هي السياحه ومنين الاقامه؟ قالوا لي ما هم بيخلصوا الاجراءات دي هناك. كل ده وهمي. تأشيرة السياحة حاجة غير تأشيرة العمل
المؤقت غير تأشيرة الإقامة، بتختلف. حتى شركة تأشيرة الإقامة ما بيطلعلكش إقامة بعد شهر ولا شهرين، لا ممكن يوصل لحد 3 شهور ويسيبك على التأشيرة فقط. ليه؟ يقول لك بدل ما أدفع له رسوم وأكلف نفسي ممكن يطلع مش كويس فأرجعه. فلازم يا جماعة ننتبه لنوع التأشيرة ونوع العقد، من ضمن العوامل الأساسية في التعاقد. طيب نخش بعد كده على المستند الأهم والأكبر، وهو المستند الايه؟ العقد. وده عقد صحيح وموثق ولكنه من صفحة واحدة فقط. عقد من صفحة واحدة فقط. وده اللي احنا كنا لسه شايفين التأشيرة بتاعته، اللي هي شركة الموارد المميزة، شخص واحد، المدينة، الجبيل، رقم تليفون، رقم السجل التجاري، تمام، والتاريخ الهجري. وتعالى نقرا العقد كده مع بعض ونشوف العقد دوت فير ولا مش فير. ومثل هذا العقد بين فلان الفلاني وفلان الفلاني، تمام، واقر الطرفين باهليتهم القانونيه للتصرف والتعاقد واتفقوا على ما يلي: ان يلتزم الطرف الثاني بموجب هذا العقد بالعمل لدى الطرف الاول بمهنه كهربائي باي مكان، ركزوا بقى معايا كده، وبأي مكان تابع لها على أن تكون ال3 شهور الأولى فترة اختبار. خلي بالكم من حاجة، إن هو دمج كلمة بأي مكان في وسط إيه؟ فترة الإيه؟ الاختبار. ده ليه؟ عشان يضحك على الموظف. عشان يضحك على الإيه؟ على الموظف. عشان الموظف لما يجي ما يقدرش يعترض، ولما يجي يوقع على العقد ما ينتبهش. يعني إيه بأي مكان تابع لها؟ أكيد يعني عايز يقول مثلا لو أنت في الرياض ورحت الشمال ورحت الجنوب يبقى الموضوع يعني داخل للمدينة برضه. لا، المملكة ما شاء الله مساحتها شاسعة وفيها أماكن نائية كتير، والكهربائي دوت هيروح يشتغل فين؟ في أماكن نائية، محطة كهرباء، محطة محول تحول، محطة تحويل، سب ستيشن، باور، فكلها أماكن متطرفة وهو ما يعرفش. طب الاماكن المتطرفه دي هيبقى فيها خدمات طبيه؟ لا. هيبقى فيها خدمات مشتريات زي مولات كبيره؟ لا. هيبقى فيها اماكن ترفيهيه؟ لا. طيب هيبقى فيها ماشي حياه؟ لا. طب هيبقى فيها سكن؟ معقول؟ لا. ممكن يجيب لك كده ماشي كارفان ويقعدك فيه ويقول لك ده سكن، بس للاسف ده بيحصل. طيب تنتهي تكون ال3 شهور الأولى فترة اختبار تحت التجربة، وإذا ثبت خلالها عدم صلاحية الطرف الثاني للعمل، الطرف الأول، انقضت علاقة العمل، يعني العقد انفسخ خلاص دون حاجة إلى إنذار مسبق وبدون مكافأة أو تعويض، وليس للطرف الثاني في هذه الحالة الاعتراض على قرار الطرف الأول. طيب المادة الثانية، يحق للطرف الأول القيام بتكليف الطرف الثاني أداء أي عمل آخر بشرط ألا يتعارض مع قدراته وإمكانياته. إيه ده؟ يعني أنا بقى ممكن مهندس ويقول لي اشتغل أي حاجة؟ آه. خلي بالك هو قال لك إيه؟ لا يتعارض مع قدراته وإمكانياته. يعني ممكن يشغلك بتكون كنترولر، ممكن يشغلك رسام. وأنت بتعرف ترسم يا باشمهندس، أنت مش مهندس ودرست رسم في الهندسة؟ آه. طيب دي من ضمن قدراتك. ممكن تشتغل محاسب، يشغلك محاسبة؟ آه. الله، أنت مش من ضمن قدراتك بتعرف تحاسب وتعرف تشغل شيت إكسل؟ اه. طيب عشان ما فيش شغل دلوقتي لسه مش معانا مشاريع، فاشتغل في دي مؤقتا. فننتبه لكل كلمه في العقد، لان كل كلمه بتعبر عن امور هتخضعك لقوه جبريه من وقهريه من صاحب العمل، مش هتعرف تعترض عليها، او لو اعترضت خلاص هتخسر كل حاجه وترجع بلدك. مده هذا العقد 2 سنين، ودي نقطه خطيره جدا. ليه يا مهندس هاني ده انا وجد مجرد يجي العقد 2 سنين انا هبقى مبسوط واروح ادني قاعد معاهم على طول؟ لا، مين قال لك كده؟ عقد سنه قابل للتجديد، عشان لو قدر الله انخدعت، لا قدر الله انصدمت، لقيت نفسك بيئه العمل غير سويه، لقيتها غير ملائمه بالنسبه لك، مش هتضيف لك حاجه في سيرتك الذاتيه، تقدر تتحمل السنه وتبقى الخساره قريبه مش بعيده. معايا؟ بيقول لك ايه؟ من تاريخ 2 سنين من تاريخ الايه؟ طرف مباشره الطرف الثاني للعمل لدى الطرف الاول غير قابله للتجديد لمده او لمده اخرى مماثله الا برضاء الطرفين. يعني لازم يبقى في اشعار. طب هو عشان يشعره، هو موظف عنده هيشعره بايه؟ هيبعت له ايميل؟ ما هو مش عامل له ايميل.
فعشان كده الموظف من مصلحته يعمل الايه؟ العنوان الوطني اللي اتكلمنا فيه قبل كده. معايا؟ حتى لو قاعد في سكن الشركه. حتى لو قاعد في سكن القواصي. يثبت لدى الحكومه السعوديه المكان العنوان الوطني ليه. طيب بعد كده قال لك ايه؟ الراتب الشهري وفي نهايه كل شهر يتضمن كافه، بصوا خلي بالكم الجمله اللي جايه، يتضمن كافه البدلات المستحقه للعامل بسبب طبيعه او مكان العمل. يعني هو بيغطي كلمه اللي قلناها في اول سطر باي مكان تابع لها. فاي بدلات لا هي انت من ضمن الراتب دوت. مش خلاها الراتب وسكت ولا قال دوت الاساسي ولا لا لا لا، هو تشمل كل حاجه. رقم خمسة، يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة الراتب مقدارها 30 يوم. خلي بالكم العرض الوظيفي للزميل الآخر كان 21، هنا قالوا لا 30 يوم. يقوم الطرف الأول بتحديد موعدها بما يتناسب مع طبيعة العمل، ودي نقطة مخالفة. طب يعني تقدر تقول لي بعد سنة ولا بعد سنتين هنا؟ لا ما قالش، حسب مزاجه، حسب إيه رغبته. لا أصل طبيعة العمل محتاجينك. لا هتقعد معانا سنة ونص. لا هتقعد معانا سنتين، لا هتقعد معانا 9 شهور، لا هتقعد معانا 13 شهر. ليه؟ لان هو كتب ايه؟ بما موعدها بما يتناسب، ما كتبش موعدها بعد 12 شهر، بعد سنه، لا ما كتبش الكلام ده. فانتبهوا للعقود اللي فيها اذعان من النوع دوت. طيب وكده العقد خلص مع بعض البنود. اخر نقطه، يتعهد الطرف الثاني في حاله انهاء عمله بان يسلم الطرف الاول كل ما في عهدته فور انتهاء خدمته قبل الشركه من قبل الشركه الا باخلاء طرف. انتبهوا لكلمه اخلاء طرف دي. انت لما تيجي تسيب اي شركه لازم تاخد منهم ورقه اخلاء طرف. طب ليه ومعنى هي اخلاء طرف؟ ورقه اخلاء طرف دي بتعني ان الشركه ملهاش اي حقوق عندك ولا لها اي مستندات سريه ولا لها اي امور تتعلق بالعمل، فبالتالي ما تقدرش ترجع عليك قانونيا. ورقه اخلاء الطرف دي لازم انت تحتفظ بيها وتعمل منها اكتر من نسخه وترشفها عندك. بعد سنه بعد سنتين بعد 10 تيجي تشتغل في شركه ثانيه يقول لك لا ده تشتغل في شركه منافسه، احنا لا سيبهم، لا مش هسيبهم، طب خلاص احنا نرفع عليك قضيه، انت لينا عندك عهده، لينا عندك فلوس، لينا عندك كذا. طب يا جماعه لا انا اخد اخلاء طرف، فين اخلاء الطرف؟ معاك ما يثبت اخد منها اخلاء طرف؟ لا مش معاك. فانتبهوا للنقطه دي يا جماعه كويس جدا. تعال ناخد عقد نظامي كده بيتكون من 6 صفح. شايفين العقد الجديد ده شباب مهندسين؟ ايوه ظهر. تمام. ده عقد بيتكون من 6 صفح وفي بعض الاحيان بنقول عليه العقد الموحد. تسمعوا كلمه العقد الموحد؟ طب يعني ايه موحد ويعني ايه عقد؟ مش وجاي منين العقد دوت؟ اول صفحه جايه من منصه قوه ومن الموارد البشريه. وفي صفحتين خاصين بصاحب العمل فقط، يكتب فيهم اللي هو عايزه بناء على بينه وبين اتفاق بينه وبين العامل. سواء كان مهندس او مهنه ثانيه. اما بقيه الصفح كلها جايه من منصه قوه ومن وزاره الايه؟ العمل. هي اللي محدده فيها كل حاجه. فخلينا نشوفها كده من البدايه. هتلاقي هنا ايه؟ غرفه الرياض. يعني متوثق في الغرفه التجاريه. تمام، متوثق في الغرفه الايه؟ التجاريه، ودي نقطه مهمه جدا. والعقد ده المفروض يجي لك مصر. يجي لك مصر قبل ما تيجي على هنا. طيب مذكور في ايه؟ الرقم العضويه والسجل التجاري والعنوان، تمام، ورقم الايه؟ العضويه، تمام، وبعد كده بيانات الطرف الاول باللغه العربيه والانجليزيه، بيانات الطرف الثاني. تمام، البريد الالكتروني، واخدين بالكم البريد الالكتروني؟ لان ده نقطه مهمه في المراسلات واثبات الحقوق. وبعد كده الطرف الثاني، تمام، وبياناته والايميل بتاعه ورقم جواله في مصر. وبعد كده بنقرا كده نشوف، يشار فيه بعدد ماشي
وإشار فيما يلي: اتفاق الطرفان على أن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول تحت إرادته وإشرافه بوظيفة مدير مبيعات. فعليا الموظف دوت شغال مهنة غير المهنة المكتوبة في العقد نتيجة المسمى اللي موجود في الايه في التأشيرة، وطبعا غير البطاقة وغير الباسبور وهو مهنته غير المهنة الأساس، بس اضطر يجيب مهنة تانية عشان يقدر ايه يشتغل. طيب لو جه الحكومة السعودية وهي بتعمل اوديت واكتشفت ان مدير المبيعات دوت اللي مكتوبة في اقامته وتأشيرته وعقده شغال مهنة غير المهنة، إذن رخصة العمل بتاعته مش تطابق الايه العمل او المهنة المخصص ليها، فبالتالي هو مخالف لقانون الايه العمل السعودي، فيتعرض للايه للحساب. لان احنا بعض الاحيان الاخوه الزملاء يبقوا مضطرين يقبل اي تاشيره ويجي عشان اكل العيش، ولكن للاسف بدايه التنازل بتجيب تنازلات وبتعرضك لمساءلات قانونيه. طيب هنا برضو لقينا مدة العقد سنتين، تمام، وتبدأ من تاريخ المباشر، وممكن تبقى عقد سنة. معظم الناس اللي بتكتب عقد سنتين حتى لو قانوني ونظامي بيبقى فيه إجحاف للموظف، لأنه بيبقى مضطر يكمل السنتين أو إن يقول له بقى هات حق التأشيرة، حق الإيه التأشيرة، ويبتدي يعود عليه بالتكاليف المالية، وتجدد المدة أو لمدة مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر خطيا. طب هيشعروا بعض بإيه؟ هيبعت له إيميل وهيبعت له مستند. طب الموظف ماشي لازم يكون له عنوان؟ لازم يكون له عنوان وطني. طيب يخضع الطرف الأول إلى إيه؟ 90 يوم. ده نظامه. عدد ساعات العمل والأيام، هيشتغل 7 أيام ولا هيشتغل 5 أيام ولا هيشتغل 6 أيام؟ نقرأ مع بعض كده. تحدد أيام العمل العادية ب5 أيام في الأسبوع، وتحدد ساعات العمل بثمان ساعات يوميا، ويلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني إضافيا عن ساعات العمل الإضافية ويوازي أجر الساعة مضاف إليه 50%. في بعض الأحيان بيحصل إيه بقى؟ بيشغل يوم السبت، تمام، والموظف ما بيقدرش يعترض، ولو بقى قال انا هتمسك بالعقد بتاعي وفي قانون عمل، طب خلاص يا باشا اتفضل ارجع على مصر. طيب لما يجي عدد ساعات العمل يشغله 10 بدل 8، يقول له انت مش بتروح تصلي؟ مش بتروح حمام؟ مش بتتكلم في التليفون؟ مش بتاخد نفسك كده وتقعد بره تشرب لك سيجاره؟ ما دي كلها ساعات وقت ضايع، عشان كده احنا بنخليهم 8 عشان نغطي العدد الساعات اللي ايه اللي بيضيع منك ده، ودي كلها طرق من طرق الاستغلال للايه للموظف. طيب التزام الطرف الاول بدفع للطرف، يدفع الطرف الاول الى الطرف الثاني اجر اساسي قدره كذا كذا كذا. خلينا نكون من كلمه اساسي، لان الراتب في السعوديه او في الدول العربيه بيتجزا الى بنود: راتب اساسي، بدل سكن، بدل انتقال، في بدل التأمين هو لازم يعمله لك إجباري، تمام، في بدل ساعات عمل ولازم تثبت ساعات العمل دي. فإجمالي دول كله يبقى هو الشامل اللي هو الباكج، فعشان كده لازم يتفصص ولازم يبقى بالتفصيل الممل في العقود اللي نبع أو خارجة من الوزارة اللي هو نقول عليه عقد الموحد. والأجازة هنا كتبها هو 21 يوم مدفوعة الأجر. انتبهم، لان بعض الاحيان بيضحك على الموظف ويقول له انت عندك اجازه، طبعا هنديك فلوس ليه، ويسافر الموظف ويرجع ويشتغل ويضيع عليه حقه. لا، قانون العمل بيقول لك هتاخد الاجازه مدفوعه الاجر، ويحدد الطرف الاول تاريخ خلال سنه، خد بالك هنا خلال سنه هناك، ماشي، مش محدده العقد اللي احنا شفناه، خلال سنه لاستحقاقها وفقا لظروف الايه العمل، على أن يتم دفع أجر الأجازة مقدما عند استحقاقها. يعني ما يجي ميعاد الأجازة تفضل خد فلوس الأجازة ال 21 يوم مدفوعة الأجر، وبعد كده نتفق بقى أنت هتنزل مش هتنزل كده. تأجيل الأجازة بعد نهاية السنة استحقاق لمدة لا تزيد عن 90 يوم. يعني أنا دلوقتي تعدي 3 شهور ممكن يأخرني 3 شهور عن طريق الأجازة بتاعتي؟ يعني عدى 12 شهر ممكن ال 13 ولا 14 و 15 شهر أنا ما نزلش؟ بس ال 16 لازم أنزل.
طبقا لقانون العمل. وبعض البنود الأخرى اللي بتحمي حقوقك وبيلتزم بها الطرف الثاني والطرف الأول، تمام، وبيخضع لقانون العمل، فبالتالي لازم يكون عندك فكرة عن كل حاجة. هنا يلتزم الطرف الثاني بأن لا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسة الطرف الأول لمدة 3 سنوات، وذلك في أي مكان في المملكة فيما يتعلق بنشاط عمل المنشأة. طيب بالمنطق كده، أنا راجل مهندس بتاع ميكانيكا وخلصت الشغل مع حضرتك وعايز أروح أشتغل في شركة تانية، هل هشتغل في شركة تانية مدني ولا هشتغل محاسب ولا هشتغل مدرس؟ هشتغل ميكانيكا في نفس الشركة، مقاولات، استشاري، مالك. فبالتالي انت بتجبرني ازاي لمدة 3 سنين؟ ما اكيد منافسة ليك، ما كل الشركات منافسة لبعضيها. فعشان كده بنقول ورقة اخلاء الطرف مهمة جدا جدا عشان تقدر تحمي نفسك من عداء صاحب العمل، لان هو مش حابب انك تروح، هو بيحسبها كده، انت جيت اتعلمت عندي واشتغلت عنده واكتسبت خبرة البلد والعلاقات وجاي بعد كده تروح شركة تانية وتسيبني، فانا لا، انا لازم اعمل عليك حك واحقر عليك. طيب يلتزم الطرف الثاني بعدم افشاء اسرار العمل، ودي طبعا نقطه مهمه واتفق معاهم فيها. ليه؟ لان فعلا ده بيحصل، انت دخلت لقيت شركه بتعمل مناقصات، لقيت شركه بتقدم اسعار وبتشتغل بطريقه معينه وتحط نسبه ربح معينه، انت بقيت عندك درايه بالاسعار وعندك درايه بالطريقه ديت، فانت لو سبتهم ورحت شركه ثانيه وطلعت الاسرار ديت، لا، من حقه يحاسبك، من حقه يحاسبك وممكن يسجنك كمان، بس طبعا لازم يكون في اثبات. طبعا السلوكيات، ماشي، الشاهد من الموضوع اذا كان فسخ العقد من قبل الطرف الاول فيلتزم بان يدفع للطرف الثاني تعويضا عن هذا الفسخ قدره 3000 ريال، واذا كان فسخ العقد من قبل الطرف الثاني فيلتزم بان يدفع للطرف الاول تعويضا عن هذا، يعني كل واحد يبقى عنده غرامه لو فسخ العقد قبل بدون عذر وبدون سبب قانوني او اشعار الطرف الاخر. طب مكافاه نهايه الخدمه نص شهر في اول 5 سنين وشهر على بعد ال5 سنين. ده بشكل عام ومختصر للعوامل الاساسيه اللي يجب على كل موظف او مهندس او عامل ياخدها في الاعتبار. فاتمنى اسمع اسئلتكم، ولو في اي حاجه حابين اوضحها لكم تحت امركم. السلام عليكم. السلام عليكم باشمهندس، اخبار حضرتك ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا فندم؟ مين معايا؟ معاك مهندس محمد فتحي. ازيك يا مهندس محمد، اخبار حضرتك يا فندم؟ تمام الحمد لله. احنا مبدئيا متشكرين لك جدا على التعاون من حضرتك وانك تفهمنا نقط مهمه جدا اكيد كلنا نتعرض لها، يعني في نقطه في وقت ما لما نيجي نسافر يعني ان شاء الله. فبشكرك تاني، وعندي سؤال صغير. طب في حاله لو انا طلبت العقد الموحد او العقد الموثق من الشركه اللي انا رايح اشتغل معاها واكتشفت ان في بنود مش عجباني او بنود مش مظبوطه يعني، وطلبت منه ان هو يعدله وهو رفض، هل انا بقى ممكن ارفض برضو وكأن انا ما طلبتش منه حاجة وعادي، ولا هو ملوش حق انه يرفض يعني هو لازم يرفض ولا ممكن يقبل ولا ظروفه ممكن تمشي ازاي؟ طيب خلينا اول نقسم الموضوع لثلاث اقسام. هل الطلبات اللي حضرتك بتطلبها ديت مادية كوميرشال يعني، ولا قانونية، ولا ادبية؟ بمعنى يعني مثلا انت عايز العقد بتاعك سنه ولا سنتين؟ مثلا عايزه سنه، هو كاتبه سنتين وهو رفض مثلا. جميل، دي بقى عندك انت الحريه فيها، ولكن بتحاول تفاوضه تمام على السنه. لو هو تشبث بالسنتين ما حبه مش لا احبذ انك تروح معاه الا اذا كان عنده سبب مقنع. بمعنى لو قال لك لا، احنا واخدين مشروع كبير تمام قيمته ملايين وليكن 300 مليون تمام، ومدة المشروع سنتين. تمام، وصلك الفكرة؟
تمام عنده سبب مقنع. صح بالفعل هو محتاجك معاه السنتين صح عشان وصل يأمن لك نفسه فكرة. برضه ولكن عشان لما ما تكون يخسرش. شركة بس في ملحوظة، لما تكون شركة لما تكون مؤسسة لا ارفض. تمام ليه؟ حلوة معانا دي. الشركة تمام بتبقى عندها التزامات وعندها رغبة ببناء فريق جديد معاها، وعايزة تحافظ على اسمها، لأنها هتشتغل مع شركات كبيرة لما تشتغل مع الحكومة. أما لو هتشتغل، لو هي مؤسسة ما بتفرقش معاها سمعتها في السوق، بتعمل إفلاس، تشهر إفلاسها وتعمل اسم جديد وتشتغل هي برضو بنفس الأسلوب ونفس الطعام، وموجودين الشركات المؤسسات دي. أما لو حاجات ماشي مثلا من الناحية المالية، ده قرار بيرجع لك أنت. يعني وليكن هو بيقول لك 5000 ريال وانت بتقول له لا عايز 10، لا هو متشبث، بيبقى عندك انت الحريه. فهمتني؟ بس تمام في نقطه بالنسبه للفلوس برضو يا جماعه انتبهوا ليها. الحياه في السعوديه غاليه مش رخيصه، هي كانت قبل كده رخيصه. تمام؟ وفي عوامل مهمه جدا في تحديد الراتب، من اهمها السكن عليك ولا على الشركه، من اهمها مكان العمل في مدينة ولا بره المدينة ولا في أماكن متطرفة أو أماكن نائية. كل دي نقاط مهمة جدا في تحديد الراتب. وبرضو لازم تسأل نفسك سؤال مهم، أنا خبرتي إيه وهاخد مقابلها فلوس قد إيه؟ يعني ما تقوليش أنا مثلا راجل عندي 5 سنين خبرة أو جديد حديث التخرج وعايز مبلغ كبير. طب هو أنت هتديني إيه مقابل المبلغ الكبير اللي أنا هديهولك؟ ما أنت لازم أنت تسأل نفسك السؤال ده. أنا صاحب عمل، خلي الموضوع بالعكس، انا صاحب عمل والناحيه الثانيه ده مين؟ الموظف. انا كصاحب عمل هدي الموظف دوت 10000 ريال مقابل ايه؟ عشان اسمه مهندس ولا عشان عنده ماشي خبره وعنده معلومات وعنده نوليدج، بيعرف يعمل شوب دروينج، بيعرف يعمل كالكوليشن، بيعرف يعمل سبميتال، بيعرف يعمل ماشي ريفيو، بيعرف يعمل كوميونيكيشن مع الناس. وصلك الفكره؟ بيعرف يدير العمال، هيعرف يكسبني، بيعرف يسعر، عنده سكيلز، عنده كابابيلتي. وصلك يا باشمهندس؟ تمام. طب يا اتفضل باشمهندس، كمل لك. ان كيس بقى ان هو قال لي ان انا هديك شهرين بدل في السنه، فهل الموضوع ده برضو فير ولا شهرين طيب ده قليل؟ لازم اعرف معلومه، الراتب كام؟ الراتب مثلا وبنتكلم في 6.5 7 خبره مثلا 8 سنين، هو اصلا هو كده ده كويس ولا وحش؟ طيب انت الاول عزابي، العقد بتاعك عزابي مبدئيا صح كده؟ تمام. جميل. بتقول ايه هندسه؟ لا مش انا، حد تاني بيتكلم. معلش مفيش حاجه. دلوقتي هو بيقول لك هدي لك شهرين مش هدي لك 3، صح كده؟ طيب وبيقول لي دي سياسه الشركه عندنا او سياسه المؤسسه، هي مؤسسه. لا سيبك من كلمه سياسه، دي الكلمه المعتاده اللي بيستخدموها عشان يعني ايه، يعني يجبروا الاخرين معايا. تمام هيدي لك شهرين. طيب الشهرين دول عباره عن ايه؟ عباره عن 14 وليكن. طيب يعني تمام في ال 14 دول في السنه الشهر واقف بكام؟ ب 1200. تمام حلو الكلام؟ طيب لما تيجي تاخد غرفه ب 500 ريال فاضيه وتجيب فيها تكييف ماشي كده، 500 ريال دوت ادنى حاجه على فكره، ويعني متدنيه عشان تبقى فاهم، وتجيب فيها تكييف وتجيب فيها سرير وتجيب فيها ثلاجه تمام، وتجيب بوتاجاز وكل الكلام عشان تاكل وتشرب معايا بالظبط. كده، وتدفع كهربا وتشتري ميه تشربها. هل ال 1200 دول هيقضوا؟ اكيد طبعا. لا ادي رقم واحد. طب لو قال لك 3 شهور لا يقضوا. وصلك الفكره؟ طيب صح. لو هو هيوفر السكن، هل انت المدينه عارف ان انت المدينه اللي رايحها؟ هل انت هتشتغل جوه المدينه ولا بره المدينه؟ انا دي بصراحة لما حضرتك اتكلمت فيها انا خدت بالي منها، طيب بس هو العرض قايل لي الوظيفي ان اللي في شغل جالك في مكة. مكه ممتازه طبعا، بس مكه اغلى من اي مكان تاني لسبب بسيط قوي، لان منطقه سياحيه، سياحه دينيه، فطول السنه مشغوله. صح فهمتني؟ صح مظبوط صح. فبالتالي انت عشان تعمل كده، في ناس بتشتغل في مكه وبتسكن في جده عشان السكن هيبقى هناك ارخص من مكه، ويروح ويجي كل يوم. تمام طيب
حضرتك دي اول سنه، اول مره تسافر فيها صح؟ دي حقيقة. حاول تخلي العقد سنه ماشي، و تخليه يقول لك ايه يعني 3 شهور او يوفر لك سكن. هو كان كلامه ان هو ما تقلقش، وما تقلقش انا ممكن اشيل لك البدل واحط لك سكن، بس عامه ايه، وافق على عقد دلوقتي كده، ولما نيجي بحل الف حلال يعني. يعني حسيت ان هو يعني بيغفلني أسألك دلوقتي سؤال، يعني. انت لو وقعت على القايمة، لو انت متجوز ولا لسه؟ متجوز. وقعت على القايمة صح؟ بالظبط. بس شكرا خلاص، عارف بقى اللي هقوله ايه. ايوه. صح، معاك حق، بس معاك حق. كده، ما هو دي الاستدراج، هم بيستغلونا كمصريين. ولما وكمان ايه بقى، خلي بالك يجي يزنقك يقول لك ايه، انت شفت الريال بكام دلوقتي؟ يا عم هو انا عايش معاك بالجنيه ولا عايش معاك بالريال؟ انا عايش معاك بالريال. صح، مظبوط. تمام. تاني حاجه، طبيعه العمل، النقطه برضه انا نسيت اقولها، عفوا معلش، في حاجه اسمها جوب ديسكريبشن ماشي. يعني ايه جوب ديسكريبشن؟ يعني توصيف الوظيفه، انا وظيفتي دلوقتي لازم السكوب اوف ورك بتاعي يكون متحدد من بدايه العقد. في العرض الوظيفي انا جاي اشتغل مهندس تكنيكال اوفيس ولا مهندس سايت، تمام، ولا جاي مانجر، ولا جاي اشتغل ايه، ولا جاي اشتغل سيلز، لازم يبقى متحدد عشان ما في يشغلكش كل حاجه، لان هو في الغالب هيشغلك كل حاجه، لان هي مؤسسه هتشغلك كل حاجه زي ما حصل معايا. انا بكلمكم برضو عن دروس مستفاده، جيت المملكه ماشي، سافرت براتب رمزي، هوب اشتغل يا باشا، المطلوب في استشاري وفي مالك وفي مقاول، وانت المقاول. طب اعمل ايه يا جماعه؟ طب حضرتك تجيب الماتيريال وتعتمدها من الاستشاري، وتجيب وتعمل الشوب درون وتعمل الكالكوليشن ماشي، وتعتمدهم وتجيب المواد، وعندك العمال في الموقع تخليهم ينفذوا، وبعد ما تنفذ تسلم الاستشاري، وبعد ما تسلم الاستشاري ترفع لنا ايه انفويس، وبعد ما ترفع الانفويس ماشي، يبقى انت كده الدور بتاعك خلص. انت شفت كل دوت ايوه، شغال يعني المشروع كله. بالظبط، مشغلك بلانر، ومشغلك سوبر فيجن، ومشغلك سايد انجينير، ومشغلك تكنيكال اوفيس، وشغالك ماشي بروكيورمن. كيرمي صح، فانت لازم شغال تعرف معاه. ماشي، لازم يبقى فيه جوب ديسكريبشن، توصيف للوظيفه العمل اللي انت هتروح تقوم بيها، ايه الرولز بتاعتي، بعد اذنك اكتبها لي. يعني في العرض الوظيفي، هو عمل لك عرض وظيفه ولا لسه؟ هو عمل لي جوب اوفر بس، وانا كنت يعني لحد دلوقتي ما وافقتش يعني، عمال افكر وبصراحة محتار جدا. لا، فكر ماشي، وصلي صلاه استخاره، استخير الله عز وجل، تمام، بس حط نقط على الحروف، وخلي بالك في حاجات لازم تاخد فيها الريسك. يعني انت يعني برضه ما تضيعش الفرصه من ايدك، برضه قيم الموضوع، لازم تقيم الموضوع. بمعنى ايه؟ انا ايه مدى المخاطره اللي انا هاخدها؟ ايه الريسك اللي انا هاخده؟ هل في عوائد هتعود عليا؟ يعني معلش، في ناس بتحسبها كده، انا هروح مكه يعني هعمل لي عمره ان شاء الله كل شهر، فدي فلوس. صح. لو انا عملت زياره لزوجتي مش هعملها استقدام، هعملها زياره، تمام، وهجيب زوجتي واولادي او والدتي او والدي، ربنا يبارك لك فيهم، برضو دي فلوس. فهمتني؟ طيب هل انا عندي الخبره الكافيه؟ يعني انا اوير بالاكواد، اوير بالشوب دروينج، ولا هروح اتعلم؟ وانا اعتقد ان انا هروح اتعلم، فبالتالي ممكن دي تبقى برضه مقابل الراتب القليل او موضوع السكن. طب هل انا ليه اصدقاء هناك اقدر اتواصل معاهم، فاقدر ابقى شيرنج معاهم في الغرفه؟ يعني بدل ما اجيب غرفه لوحدي يبقى احنا 2 في غرفه، فبالتالي الفلوس هتقل. وصل لك الفكره؟ بس كل دوت لما يكون خلال سنه غير ما يكون سنتين. اما هتيجي لما هتيجي انت هتيجي ان شاء الله، ويجي بعد كده تقول له طب فين اعمل اتفاق؟ ما انت ما طلعت ازاي، ما كنت فاكره مش مهندس، انا كنت فاكرك هتعرف تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وانت يا دوبك بتعرف. لان هو لما يديك 1000 ريال عايز شغله ده مع 10000، 9000 لا، 9000 ونص لا، هم 10، يدي لك 1000 ياخد شغل قدامك ب 10. هتلاقي ما عندكش دوام، مفيش حاجه اسمها 8 ساعات لا، 10 ساعات وانت طالع، ده المينيمم ماشي. هو في الحقيقة في في المقابلة ناس بتحسب، ولما لما في اقطع كلامك الكلام عفوا، في ممكن ناس بتحسب حسبه ثانيه، لا انا اروح اجرب واستفاد خبره واقضي السنه دي معاهم، وبعد كده انتقل على شركه ثانيه براتب احسن وراتب افضل. طب والحتة دي سهلة يا باشمهندس؟ انت اللي مكتوب في العقد ايه، سنه ولا سنتين؟ لا يعني لو هو كتبه سنة،
هل هو بقى يعني انا خلاص جه ميعاد التجديد وانا ما رضيتش اجدد، هل انا اقدر انقل كفاله عادي بسهوله لا ولا مش هتنقل هقابل كفاله، مشاكل؟ تجيب تاشيره جديده يا باشا، او هو ما يدكش راتب 3 شهور فتنقل غصب عنه وتقعد لك 3 شهور بدون راتب. ماشي. تمام. ما هو يا جماعه في نقطه بس مهمه، لازم تقروا تعملوا داونلود لقانون العمل السعودي، تمام، وتقروه، مهم جدا 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 الموضوع ده. ولكن في ظروف ماليه وظروف اجتماعيه بتجبرك تقبل بعض الامور، فاقبلها مفيش مشكله، ولكن اعرف ابعادها ايه. تمام. تمام. العقد ممكن توافق عليه كله وتكتب على بعض البنود متحفظ، بحيث ان لما يجي بعد كده في خلافات تحصل لا تثبت حقك، انا كاتب عليها متحفظ. ولازم يبقى في العقد نسختين، نسخه معاك ونسخه معاه. ما فيش تمام. حاجه اسمها خلي النسختين معايا وما تقلقش احنا، انت مخوني. لا يا باشا مخونك ازاي، انت صاحب العمل وانت كفيلي وانت وانت، ووقت ما يحصل خلاف اللي يثبت ان في عقد بينك وبينه اصلا، دور على حاجه تثبت. صح فهمتني؟ مظبوط للاسف صح ده بيحصل، ده حقائق بتحصل يعني. صح انا هندسه، انا خدت السجل التجاري طب اللي نسيب هو فرصة لزمايلك بقى ترجع لنا تاني؟ طب اخر سؤال بعد اذنك، يعني اتفضل اتفضل. انا خدت السجل التجاري بتاعه ودخلت بيه على وزاره التجاره ولقيت ان هو كان فاتح شركه اسمها ايجاد المعمار، وبعد كده اتقفلت او مؤسسه لا مؤاخذه واتقفلت، وبعد كده فتح مؤسسة تانية جديدة من تاريخ قريب مثلا حوالي 2020 مثلا، فهل دي حاجة تخليني أخاف أو أقلق؟ اسأله وشوف الإجابة مقنعة ولا لا. تمام طيب في ماشي يا أحد حمار، الزملاء كاتب متشكر على جدا. العفو يا فندم، تحت أمرك. في أحد الزملاء كاتب على الشات سؤال، لو سمحت يا هندسة، إيه موضوع شهادات الخبرة الموثقة دول؟ وهل بدونها ما أقدرش أطلع إقامة مهندس؟ لا تقدر تطلع يا باشمهندس، ماشي، بس يفضل يكون معاك شهادات موثقة عشان تعرف تسجل في وزاره في هيئه مؤسسين السعوديين بسهوله. طيب شهاده الكليه لو مر عليها 5 سنوات مش كفايه، مر 5 سنوات تقدر تسجل في هيئه المؤسسين السعوديين. بس لما انت بتيجي تسجل في هيئه المؤسسين السعوديين، ايه الكاتيجوري اللي بتسجل عليها؟ هتسجل كمهندس عادي، ولا هتسجل كمهندس محترف، ولا مهندس مقيم، ولا مهندس استشاري؟ كل دوت بناء على الشهادات اللي معاك. في حد تاني كاتب انا مهندس مدني وجيت السعودية على عقد بوظيفة مهندس مدني، وقمت بنقل كفالة بعد مدة العقود 4 مرات، اخر كفيل قام بتغيير رخصة العمل برخصة عمل منتهية بالخروج النهائي عشان يجدد الإقامة، ولم استطيع نقل كفالة، هل لها حل؟ معلش مش فاهم السؤال، فلو تقدر تقوله ماشي بدون كتابة هيكون افضل واوضح يعني. في حد تاني اسمه عيد، نص السلام عليكم. كده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جيت السعودية على عقد مهندس مدني، وبعدين عرفنا حضرتك نقلت بس الأول، عرفنا حضرتك بس الأول. مهندس سعيد، مبروك مهندس مدني. يا أهلا بك يا مهندس سعيد، اتفضل يا فندم. الله يبارك في سعادتك يا فندم. بقول لسعادتك أنا جيت السعودية على مهندس مدني ومسجل في هيئة السعودية للمهندسين، تمام. وبرضه مسجل في قوة، ونقلت كذا مرة كفالة، يعني بعد انتهاء مدة التعاقد بنقل الكفالة، يعني آخر كفيل عشان يجدد الإقامة بأقل تكلفة، فتقريبا غير رخصة العمل، بدل ما رخصة العمل كده عملها رخصة عمل منتهية بالخروج النهائي. فأنا لما جيت أنقل الكفالة على كفيل تاني، النظام بيقول غير قابل، يعني فهل طبعا لا حل؟ لان هو عملها لك بالخروج النهائي. أعملها بخروج النهائي. طب هل ده قانوني من حقه يعمل كده بدون الرجوع ليا؟ انت على كفالته صح؟ أنا على كفالته. بقالك قد ايه؟ بقالي يعني سنتين إلا شهور، يعني إلا 3 شهور. وانت اللي نقل على كفالة، مش هو اللي جايبك من مصر؟ لا نقل الكفالة، وشرط إن هو إن أنا بعد انتهاء مدة التعاقد الأولانية اللي هي سنة، لو
بس يعني بعد انتهاء العمل بينا انه او في حاله الاستغناء عني انا الكفاله على اي حد. تمام. اول حاجه بما انك ناقل عليه مش من حقه يخرجك تبقى لقانون العمل السعودي، ده رقم واحد. رقم اثنين، الحاله ديت هتطلب انك تتواصل مع محامي لان فيها شق قانوني بحت، تمام، لان هو عملها لك بالخروج النهائي، فحاول تتحرك في الموضوع باسرع وقت ممكن عشان تقدر تتفادى الموضوع دوت. ولو حابب اشير معاك رقم احد المحامين اللي اثق فيهم هنا في السعوديه، ما عنديش مانع. طيب شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. العفو يا فندم. محتاج الرقم ولا خلاص؟ ماشي يا فندم، كتر خيرك. 055 ثواني. ايوه هو مصري للعموم برضه. تمام سعادتك. 055 391 96 96 78 78. طب انا كلمته بالود قال لي انا هغيرها، يعني هيرجع يغير رخصه العمل دي تاني، بس بقاله فتره. نصحت ليك تواصل مع الاستاذ محمد ابراهيم المحامي، قول له انا من طرف المهندس هاني حسونه، تمام، وهو اول عشان تبقى عارف نظامه، اول استشاره او استشارتين هيبقى فري مجانا، بعد كده لو في امور تانيه قانونيه تضطر تعمل له وكاله، وهيبقى طبعا في رسوم عشان يشوف لك ايه هو عشان تبقى انت عارف. ماشي. شكرا باشمهندس هاني. استشيره من ناحيه المبدئيه، قول له وضع كذا كذا، بس قول له المدد، لازم تبقى عارف المدد ومعاك الاثباتات او معاك ورق تشيره مع الواتساب، تمام، بحيث ان هو يقول لك الوضع القانوني بتاعك بالظبط، لان كل ما الوقت يعدي انت خسران، وخصوصا انت عارف احنا داخلين على الحج وكل الحكومات هتبقى واقفه. ماشي يا فندم. تمام حضرتك. تمام يا فندم، كتر خيرك. شكرا يا فندم. لا تحت امرك، تحت امرك. السلام عليكم وبركاته يا فندم. محمد صاد مع حضرتك يا فندم. محمد السيد. ايوه يا باشمهندس. يا اهلا بيك يا باشمهندس محمد، اتفضل. اهلا وسهلا بيك، تحياتي لك وتحيات المهندس عمر ولكل القائمين على المحاضره القيمه دي يا باشمهندس. باشمهندس، في بس سؤال بس عايز اطرحه لحضرتك يا باشمهندس. دلوقتي مثلا لو في يعني دبل سيتيزن اللي هو مثلا امريكي ومصري، فهم بيعملوا ايه معانا بالشركات؟ معلش بس بالراحه كده عشان انا ما سمعتش كويس. يعني مثلا باشمهندس انت في اول الحلقه كنت قلت في مهندس باكستاني معاه الجنسيه الكنديه. أيوة. داخل المملكه، احنا مثلا بنخش بالتاشيره الظاهره ده باشمهندس، بنخش بيها ان احنا بنشتغل، بس احنا كقانوني اذا اتمسكنا جوه مثلا يعني ايه الحل دلوقتي يا باشمهندس؟ لا يعني خلال الثلاث شهور، خلال ما انا هقول لحضرتك، خلال الثلاث شهور ما فيش اي مشكله، انت قانوني ليجل تحت مظله القانون، ما عندكش اي مشكله خالص خلال الثلاث شهور. هي تاشيره عمل ولا تاشيره زياره؟ لا هي تاشيره زياره يا باشمهندس، وقبل ما بتخلص بيتم خروجنا من المملكه، ومثلا ماشي انا جاي لك اهو. هي انا اتاكد بس من معلومه اتضح منها، هي تاشيره عمل ولا زياره؟ حضرتك قلت لي زياره. لا تاشيره زياره يا باشمهندس، وبتتجدد كل 3 شهور، بس قبل ال 3 شهور ما بتخلص. اكمل بس سؤالي هندسه عشان اعرف اجاوب حضرتك. ماشي. لا العفو يا فندم. تاشيره الزياره من قبل حد معرفتك ولا من قبل شركه؟ لا باشمهندس، هي شركه امريكيه، واخدين يعني كاستشاري في شركه، تمام، مش عايز اذكر اسم الشركه. ما تذكرش حاجه، ما عندكش مشكله. فاحنا كوضعنا القانوني مثلا باشمهندس، يعني مثلا حضرتك تطرقت للموضوع، لو في اي مسؤوليه هتبقى مسؤوليه عليهم هم، وهيتم ترحيلك. عليهم هم، هم اللي هيتعاقبوا. انا بس بسال بس يا باشمهندس، هل مثلا لو قانون العمل كمهندس اتمسك في المملكه، فهل بيتم استبعاده نهائيا مثلا من كل المملكه؟ طيب ممكن تقول لي المسمى اللي موجود في الجواز، يعني مسمى مش الوظيفه، مسمى التاشيره ايه اللي في الجواز؟ هو مكتوب زياره بس ولا زياره عمل؟ ما هي لازم كلمه زياره دي معاها كلمه. تاشيره سياحه. سياحه كمان؟ طبعا. لا دي خلاص كده، لا دي شكرا، غير مصرح ليك بالعمل. تمام. دي غير مصرح ليك العمل تماما. اما لو بيزنس فيزا ماشي، لا دي تقدر تشتغل عادي. اما فاميلي فيزا لا، تورست فيزا لا. تمام. عليك مسؤوليه وعلى الشركه مسؤوليه. تمام.
إلا إذا هم كان لهم بقى علاقات وبيمشوها بطريقتهم هم. والله بس هي المشكلة مش مهندس في نقطة واحدة بس، إن إذا مثلا حصل أي مشكلة مثلا إحنا طبعا مهندسين كلك حوالي 8، فاللي هو واحد بيطلع واحد بيخش يعني عشان الدنيا تمشي. فكنت بسأل بس حضرتك في النقطة اللي حضرتك كنت طرحتها من فول اللي هي أول، اللي هي مثلا لما يكون مثلا مهندس معاه جنسيتين فبيخش البلد فبيقدر بيشتغل قبل ال3 شهور فبيطلع بره. انت معاك جنسية تانية غير الجنسية المصرية؟ اه طبعا، عشان كده معاك انا جنسية بسأل ايه؟ مثلا معاه الجنسية الأمريكية. طيب ما تقلقش مش هيحصل لك حاجة، لا لا، هو بس الواحد بيسأل إذا مثلا ممكن يعملوه انا رفض إن هو بطمنك، يخش انا بطمنك مثلا. برضو بدون ما تخش في تفاصيل ماشي. زي ما انت مش عايز تذكر اسم الشركة كده، انا برضو مش عايز اذكر امور تانية. تمام، ما طيب تقلقش، بدل معاك الجنسية الأمريكية ما تشغلش بالك. تمام يا باشمهندس، ألف شكر حضرتك يا باشمهندس. شوف بقى فرصة لزميلك اللي هو المهندس اللي كان رايح مكة دوت، شوف له فرصة معاك. المشكلة يا باشمهندس الشركة الأمريكية جايبين يعني هم أمريكان بس معاهم جنسيات تانية، يعني مثلا باكستاني، سوري، معاه جنسيات أمريكية جنسيات مزدوجة. بالظبط كده. فهم جايبيننا من أمريكا على المملكة عن طريق الشركة دي. لان اللي معاه الجنسيات الاخرى بيبقى ليه اوبشنات غير العرب، غير اللي معاه جنسية واحدة اللي هي العرب يعني. اها، ماشي. عشان كده يا باشمهندس يا ريت والله كان الواحد يقدر يخدم الناس، بس مع الاسف ان هم بياخدوا يعني حتى عشان يتهربوا من الضرائب في الولايات المتحده الامريكيه عاملين الموضوع اللي هي فيزا السياحه ديت بحيث حتى ما تمضيش على العقد، لان هناك عشان ما بالنظام تدفعش العام الامريكي التاكس هناك. ايوه، ما هو قالوا لي، وهو برضه نفس الموضوع. اها، ما هو كان نفس القصه برضه، كله تهرب ضريبي بشكل. فده اللي كنت بسال لحضرتك عليه، هل لا لا، ما تقلقش، المقابل بدل معاك الجنسيه الامريكيه ما اتفضل. تقلقش. عارف يعني، والعياذ بالله، لو مسكوك معاك خمور هنا، ولا هيعملوا لك حاجه. لا 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 سمح الله، مش حصل. ماشي، ما انا بقول لك والعياذ بالله، انا عارف، ربنا يحفظك يا رب، بس انا يعني بقول لك لمدى قد ايه يعني، فما تقلقش. ماشي يا باشمهندس، شكرا ماشي، لحضرتك تحت جدا، أمرك يا فندم. ربنا يخليك. في حد تاني يا جماعة من الزملاء؟ بعد إذن حضرتك، لو أنا بروح السعودية زيارات عائلية وعدى على تخرجي 5 سنوات، هل أقدر وأنا هناك أسجل؟ المهندسة أميرة. طب جوزك موجود يا مهندسة أميرة؟ وبحتاج إيه معايا، ولا لازم تتعمل مع عقد عمل في السعودية؟ طيب بصي يا مهندسة أميرة، رقم واحد، تمام، لو انت جيت الزياره تقدري تشتغلي من جوه البيت اونلاين، محدش هيقول لك انت تعملي ايه. ولكن لو انت هتشتغلي من السايت، تمام، لا لازم تعمل ايه، الزياره ديت هتتحول من تاشيره زياره لتاشيره عمل. الشركه اللي هتقبلك وتشتغل معاكي هتقبلك ماشي، وتحول لك تاشيره الزياره دي لتاشيره عمل، وتقدري تسجلي في هيئه المهندسين السعوديين وتمشي الاجراءات عاديه جدا، ما فيهاش مشكله خالص. لو جاوبت على سؤالك اوكي، مش وجاوبت وعايز اوضح تاني يا ريت تعرفني. مين تاني يا فندم؟ الزملاء المهندسين، اخوة الزملاء، حد سامعني؟ طب انا لوحدي؟ لا لا، سامع حضرتك، مع حضرتك يا دكتور. طيب في اي حد يا جماعة عنده استفسار؟ مهندسين، طب لو ما عندكمش حد يقول اي اكشن. اعتقد في شات. جزاكم الله كل خير. الشكر لله، تحت امرك، تحت امرك، ربنا يبارك الله فيك يا يكرمك، مهندس عمر ويجعله في ميزان حسناتك. وشكرا جزاكم لكل الحاضرين، واتمنى اكون اضفت لكم اي شيء ولو بسيط يعني. لو سمحت، هي المحاضرة دي متسجلة؟ المهندس عمر اللي يقدر يجاوب مش انا. مسجلة وموجودة على الفيسبوك وموجودة على اليوتيوب. موجودة دلوقتي يعني؟ أقدر أخش كان في بث مباشر. باسم إيه لو سمحت عشان بس أعرف أوصل؟ بما ربيخ. يعني ما أقدرش أقدم في هيئة مهندسين السعوديين بامتحاناتهم غير بعد عقد عمل الشركة. بصي يا فندم، حضرتك داخلة المملكة تأشيرة زيارة عائلية، تمام؟ حضرتك تقدري تعملي طلب وترفعي مستنداتك، من ضمن المستندات صورة الجواز والإقامة. الإقامة بتاعت حضرتك معاكي، مش معاكي إقامة، معاكي صورة جواز. هتقدري تسجلي وتيجي بعد كده عشان إنهاء الإجراءات، مش هتقدري تكملي النقطة الأخيرة.
وصل لحضرتك الفكره؟ بس تقدري تبتدي في الاجراءات، يعني ابتدي جيبي اوراقك وقدمي في الاجراءات بتاعه التسجيل في الهيئه المهندسين السعوديين، وسيبي اخر خطوه معلقه. فيفضل انك انت الاول تحصلي على العمل وبعد كده التسجيل في الهيئه، هيبقى سهل جدا. وتاشيره الزياره وانت جوه السعوديه هتتحول من تاشيره زياره لتاشيره عمل عن طريق الشركه، ما فيهاش اي مشكله خالص. ولو انت هتشتغلي من جوه البيت لو حضرتك مهندسه معماريه هتبقى الامور سهله عليكي جدا. الشكر لله. في اي حد تاني يا جماعه عنده اي اسئله؟ هو انا ممكن اسال بس لو سمحت؟ تحت امرك يا فندم. مين معايا؟ هو انا بعتذر بس انا جاي متاخر فمش عارف النقطه اللي انا هقولها ديت حضرتك قلتها ولا لا. لا ما جاش حاجه ولا يهمك، اتفضل اتفضل حضرتك. تمام. هو انا عامه انا لسه حديث تخرج وكده، ففكره ان انا اسافر دلوقتي ولا اغامر واخاطر واسافر لو جات لاي فرصه ولا كده فيها خطوره مثلا ولا لا استنى اخد خبره الاول، ولا لو جات لي فرصه اروحها، ولا يعني تنصحني بايه مثلا؟ طيب حضرتك تخصص ايه؟ انا كهرباء باور. ممتاز. دلوقتي حضرتك ناوي عشان تشتغل هتشتغل في حاجه من الاثنين، لا مكتب فني لا موقع. بالظبط. انت شايف قدراتك الاول في الموقع ولا في المكتب الفني؟ المكتب الفني. ممتاز. يعني تقدر تعمل شيب دروينج. بالظبط. تقدر تعمل كالكوليشن. تقدر تعمل تكنيكال سميتال. بالظبط. صح؟ ممتاز جدا. إذن توكل على الله، بس عندك معلومه لازم تاخدها في الحسبان. بما ان ما مرش عليك 5 سنوات فالتاشيره بتاعتك مش هتطلع تاشيره مهندس. تمام. فهل انت هتقبل بالوضع دوت؟ توكل على الله وما عندكش مشكله، واكتسب خبره واكتسب فلوس. طب فرصه يعني هو هيتكتب ليا في الفيزا مثلا مشرف عمال مثلا. بس هشتغل هناك بوظيفه مهندس. تمام. ما انت جوه الشركه مقفول عليك. كل اللي انا هخسره المميزات بتاعت المهندس فقط. يعني انت هتيجي تعدي من المطار خلي بالك هديك الابعاد النفسيه، هتبقى معاك الباسبور الضابط والعسكري واللي بيشوف الجوازات كلهم شايفين مشرف معايا حضرتك كده. تمام. لما تيجي تعمل زياره للوالده ولا للوالد تمام هيبقى المهنه مكتوب فيها مشرف، الاقامه اللي هتطلع لك وتعدي بيها على ماشي اي مكان يطلب منك اقامتك سواء شرطه ولا فحص هي مكتوب فيها ايه؟ مش. او عامل، واحنا كلنا عمال وما فيهاش اي حاجه اطلاقا، ولكن انا بكلمك من ناحيه نفسيه ليك انت هتبقى متقبلها جو اهيد. تمام. طب لو عايز بس اسال معلش لو طولت يعني ولا حاجه. اتفضل. لا لا اتفضل يا فندم اتفضل. طب بس فرصه الاول. انا اسمي محمد حمادي. محمد حمائي؟ اتمنى والله، بس انا محمد حماده مش حمائي. لا ما تتمناش، انت مهندس احسن من اي مهني خالص. اتفضل يا مهندس محمد. كنت عايز اعرف يعني انا حديث تخرج فرصه زي دي تجيلي ازاي مثلا؟ بالبحث. في يعني حاجه اسمها لينكد ان يا جماعه، في حاجه اسمها لينكد ان. يعني انا لو وصلت لينكد ان. لو انا توصلت مثلا لشركات شغاله في السعوديه و يعني بعت لهم السي في، بس مجرد ان بعت لهم السي في هل في فرصه مثلا انهم يهيئوا لي الدنيا لحد مسافر مثلا، ولا الموضوع ده ما بيتمش؟ ما بيمشيش كده الكلام. بص يا باشمهندس، انا شركه، ايه اللي يجبرني اخد محمد ما اخدش هاني؟ شاطر طبعا. الشطاره، الفايده اللي هستفادها منه، والراتب الاقل اللي هدوله. الحاجتين دول يعني انا هستفيد منه بكام وهديله كام؟ لو انا هستفيد منه 50,000 وهديله 5,000 ده 100 زي الفل. اما لو هستفيد منه 50,000 وهديله 50,000 لا اجيبه ليه؟ ما اروح اجيب واحد ب 10 معايا؟ بس طبعا في اعلانات وفي سفارات وفي قنصليات تقدر تقدم عن طريقها، موضوع محتاج بحث ومجهود منك شويه. تمام. عندك علاقات تجيب لك سعاد كويس توكل على الله. ممكن برضو بتمشي كده. كله بيمشي. تمام. ماشي. ايه تاني يا باشمهندس؟ والله شكرا جدا. العفو يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك. في اي حد تاني يا جماعه عنده سؤال؟ الاخوه الزملاء.
مهندس عمر، تمام يا هندسه، جزاكم الله كل خير. في اي نقطه محتاجه لا اوضحها؟ لا، كله واضح، كله واضح، الله يكرمك يا استاذ. ماشي يا فندم، اشكركم عجبنا جميعا، عجبنا. اشكر الف حلواتكم، والشكر لله، كتر الف خيركم يا جماعه. شكرا، في امان الله، مع السلامه.